أكدت القوات المسلحة التزامها بمجريات العملية السياسية الجارية والتقيد الصارم بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وقيام حكومة بقيادة مدنية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية. وانتقدت القوات المسلحة في بيان لها مزايدات البعض بمواقفها في محاولات مكشوفة للتكسب السياسي وعرقلة مسيرة الانتقال، وجدد البيان أن القوات المسلحة ستبقى أملا مستداما ورفيقا وفيا لاستكمال مسيرة الثورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الشعب السوداني الكريم، ظلت قواتكم المسلحة منذ ما يقارب القرن من الزمان متلاحمة مع شعبها، مناصرة لقضاياه، حامية لأرضه وعرضه وسمائه وبحره، ومدافعة عن وحدته وأمنه. تشكلت هذه القوات وتكونت واستمدت قوتها وشرعيتها من صوت وهتاف الشعب، شعب واحد، جيش واحد. تؤكد قواتكم المسلحة وقيادتها التزامها التام بمجريات العملية السياسية الجارية والتقيد الصارم والتام بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وقيام حكومة بقيادة مدنية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين قيام الانتخابات بنهايتها. شعبنا الأبي، إن مزايدة البعض بمواقف قواتنا المسلحة وهي أول من بادر بالخروج من العملية السياسية والحديث عن عدم رغبة قيادتها في إكمال مسيرة التغيير والتحول الديمقراطي في محاولات مكشوفة للتكسب السياسي والاستعطاف وعرقلة مسيرة الانتقال، لن تنطلع على فطنة الشعب ووعي ثوار وثائرات وشباب بلادنا حراس ثورة الشعب، ثورة ديسمبر المجيدة. ومن هذا المنطلق نؤكد لشعبنا أن قواته المسلحة ستبقى أملا مستداما ومرتجا ورفيقا وفيا لاستكمال مسيرة الثورة. عاش شعبنا السوداني حرا أبيا، عاش نضال ثوار بلادنا الغالية، عاشت قواتكم المسلحة حامية للبلاد وناصرة لشعبها الأبي، والله الموفق والمستعان. شهد عضو مجلس السيادة الدكتور الهادي إدريس الاحتفال الذي نظمه أبناء محلية جبل سي بشمال دارفور احتفاء بقرار عودة المحلية عقب دمجها في السابق مع محلية كبكابية. واعتبر الهادي عودة المحلية هو استحقاق وحق، وأن قرار عودة المحلية يعني عودة المواطنين واستقرارهم، وأمن على أهمية توفير الأمن ومشروعات التنمية والخدمات، فيما دعا والي وسط دارفور المكلف سعد علي بابكر أبناء المحلية للمساهمة في تعميرها وبنائها. ونقول لك إن عودة محلية جبل سي الآن أصبحت إحدى محليات ولاية شمال دارفور، كونت بأمر تأسيس وكونت بناء حسب الأولويات والمعايير التي تكون بها المحليات. وهذه المحلية حقيقة قد ظلمت عندما تم دمجها في وألغيت في عهد السابق، ظلمت هذه المحلية وظلم أهلها، ولكن عادت والعود أحمد. ليوم تاريخي ويوم عزيز، محلية جبل سي أو منطقة جبل سي هي منطقة عزيمة ومنطقة تاريخية ومنطقة عريقة. أنا سميتك قبل شوية دكتور عبد الكريم عبد الرسول، أدى سرد تاريخي، لكن طبعا الحديث عن هذه المنطقة حديث طويل، لكن دير أقول جبل سي هي منطقة ثقافية وهي تقع في قلب دارفور. أنا ما دير أقول وسط دارفور لأن وسط دارفور ولاية، لكن منطقة جبل سي هي قلب دارفور. وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد عبد الله
أن السودان يعد رائدا إفريقيا في المجال الطبي، داعيا إلى أهمية حوكمة القطاع الصحي وولاية وزارة الصحة على الشأن الصحي. وكشف وزير الصحة في فاتحة أعمال المؤتمر العلمي 32 لجمعية اختصاصية الطب الباطن السودانية تحت شعار من أجل الارتقاء بالرعاية الصحية الأولية، كشف عن ظهور أمراض خطيرة بمناطق التعديل الأهلي وفقا لفرق التقصي الأولية، ودعا في هذا الإطار إلى تعاون الجميع عبر بناء بروتوكولات وتطبيق البروتوكولات العلاجية مع الاهتمام بالبحوث الصحية والتمويل والتوجيه السليم للموارد. محتاجين الكلام اللي قاله أستاذنا عمر زايد، نشتغل شغل كبير جدا في الجانب بتاع البحوث، في الجانب بتاع البروتوكولات، في الجانب بتاع التوجيه السليم الموارد بتاعتنا برؤية علمية. صحيح في شيء من الـ في الحوكمة بتاعت البلد عموما، وجزء منها حوكمة الصحة، النظم الموجودة، الدساتير الموجودة ما بتساعد بالقدر الكبير، لكن حاولنا بقدر الإمكان نعمل بعض البلاتفورمز، بعض الاستراكشرال سيستم في الوزارة وعلى مستوى الوزارات تساعدنا. هناك حاجة ماسة لقيام آلية لمشاركة الجمعيات مع وزارة الصحة الاتحادية لتطوير الخدمة الصحية بالسودان، وهناك أهمية أن تتبنى الجهات المسؤولة من الخدمات الصحية نهجا يعمل على استقبال الأطباء والكوادر الصحية لتمكين وأداء الخدمة الطبية في المجتمع. وهناك حاجة لقيام لجنة علمية تعمل على تقديم المشورة للشركات الدوائية وخاصة الشركات المصنعة للأدوية لتصنيع وإنتاج الأدوية حسب الموجهات العلاجية الحديثة. بحضور ممثلين للآلية الثلاثية والتحالف المدني للعدالة الانتقالية والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري ومنظمات المجتمع المدني، بدأت بكادوغلي ورشة العدالة الانتقالية لولايات كردفان الكبرى. وأكدت رئيس بعثة اليونيتامس مكتب جنوب كردفان السيدة تاموكو كابوتا أن الورشة تأتي في إطار التحضير للمؤتمر القومي للعدالة الانتقالية بمشاركة أصحاب المصلحة من ضحايا الحروب والنزاعات كإحدى القضايا المضمنة في الاتفاق الإطاري. فيما أشارت عضو اللجنة العليا للعدالة الانتقالية كاميليا إبراهيم كوكو إلى ضرورة المشاركة الفاعلة من قبل المستهدفين لنشر ثقافة الوعي بالحقوق المدنية والسياسية. أرحب بكم كلكم، وأتمنى أن الورشة تكون فعلا مفيدة، تدينا مساحة وتدينا فرصة وتعطينا أن احنا نتكلم عن حقوقنا ونتكلم عن الانتهاكات اللي حصلت في الفترات الطويلة، عشان نحن لما المفوضية القومية هي تتأسس أو تتكون نحن نكون جاهزين نقوم بالعمل بتاعت العدالة الانتقالية. يمكن من هنا برضو واحد من الحاجات المهمة جدا أنه الثلاثة ولايات اللي هي بتتكون غريتر كردفان هنطلع برضو بعدد ممثل أو تمثيل، عشان هم هيمشوا يمثلوا في المؤتمر القومي اللي هو هيكون في الأيام الجاية. أشادت حاكم إقليم النيل الأزرق المكلف إشراق أحمد خميس بإسهامات مجمع الأخوة الإسلامي لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه واهتمامه بتعاليم المرأة، ودعت إلى ضرورة اتخاذ العلوم التي تلقاها الحفظة منارة لتبصير المجتمعات بأهمية التعايش السلمي وتقبل الآخر. المجمعات يا جماعة في بجاية مجمعات كثيرة، وكلها يا جماعة يعني مباشرة في تعليم القرآن الكريم. في خطوة لتنشيط وتكثيف العمل الدعوي بإقليم النيل الأزرق، شهد الريف الشمالي بمحافظة الدمازين تخريج حفظة كتاب الله بمجمع الأخوة الإسلامي لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه بمنطقة بيجاوي لتحقيق عدة أهداف تعنى بتزكية المجتمع. نحن الأولاد الختم القرآن والحفظة، نحن كل أسبوع بنتلقوا على المساجد بتحدثوا النهي الجهوية والأنصرية والقبلية، عشان الناس تكون تعيش تعايش سلمي، يعني منتلقين على الحلال كلها. يعني وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية ترى أن التوسع في نشر البرامج الدينية والانفتاح على الريف له ما بعده في حياة الناس. بنعشم من أخواننا وأولادنا الحفظ كتاب الله عز وجل
انه يكون عندهم رسائل ايجابيه، رسائل بتاعت الامر المعروف والنهي المنكر والدعوه بالتي هي احسن. هؤلاء الحفظه هنقوم بتوظيفهم ونوزعهم على المساجد وعلى المجمعات عشان ما يعطلوا لنا الجو بتاع رمضان بتلاوة القرآن. فيما تعول حكومة إغليم النيل الأزرق على المجمعات القرآنية في بناء المجتمعات بمختلف المحاور. تشكل اهتمام كبير من قبلكم في تعليم البنات وفي تعليم المرأة. أسأل الله أنه يبارك في الحفظ هؤلاء وأن يظل هذا المجمع منارة للعلم وهداية للناس وللعلوم الدينية والعلوم الاجتماعية كذلك. توطين الدعاة بالمناطق الطرفية استراتيجية يزعى إليها المجمع الإسلامي بمنطقة بيجاوي لتحقيق المقاصد. عصام طه، تلفزيون السودان، منطقة بيجاوي بالريف الشمالي بمحافظة الدمازين. دعت هيئة شؤون الأنصار للدعوة والإرشاد إلى ضرورة نبذ خطاب الكراهية بين أبناء الوطن وتقديم المزيد من التنازلات لتحقيق المصلحة العليا للبلاد. وقالت الهيئة خلال الدورة التنشيطية لتأهيل الأئمة والدعاء استعدادا لشهر رمضان المعظم، قالت إن البلاد تمر بمنعطف خطير يتطلب تضافر الجهود للخروج بها إلى بر الأمان. وأعلن نائب الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار آدم أحمد يوسف عن زيارات ستقوم بها هذه الوفود من الأئمة والدعاء إلى الولايات لطرح قيم الإسلام وتوحيد الكلمة عبر خطاب يدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع. هذه الوفود ستذهب إلى الولايات والأقاليم المختلفة لأداء رسالة مهمة هي رسالة هيئة شؤون الأنصار، والرسالة هي الدعوة لله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. وأخيرا انتشر في بلادنا خطاب الكراهية وخطاب الاستعلاء وخطاب الإقصاء، فهؤلاء الأئمة يذهبون ليطرحوا الإسلام نظاما اجتماعيا وبديلا حضاريا، ويطرحون هذه الدعوة في الأقاليم المختلفة لجمع صف أهل السودان جميعا. ذلك أئمتنا سيعملون عبر خطاب يعزز قيم الإخاء بين الناس، يعزز قيم الوحدة، يعزز قيم الانتماء لهذا الوطن الكبير، يعزز قيم تناسي البغضاء والكراهية والعنصرية، وكل من شأنه أن يفرق كلمة الأمة. ونحن لا يخفى علينا ما تمر به بلادنا اليوم من امتحان، ولكن ثقتنا في الله سبحانه وتعالى قوية بأن أهل السودان عبر حكمتهم وحنكتهم وعبر قياداتهم المدنية والعسكرية إن شاء الله سيتجاوزون هذا الابتلاء. ونحن كل يوم نرفع ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. النيل الأبيض، الورشة التفاكرية حول فتح المسار الفرعي لمحلية السلام والتي نظمها برنامج الموارد الطبيعية المستدامة وسبل كسب العيش. وقال مدير برنامج الموارد الطبيعية المستدامة وسبل كسب العيش ياسين محمد علي دوليب إن فتح المسارات يعالج واحدة من أهم قضايا الثروة الحيوانية، ويعمل على تحريك الخدمات البيطرية والتعليمية والصحية وتنشيط الصناعات التحويلية. وطالب بأن تتضمن توصيات الورشة اتفاقا مشترك بين حكومة الولاية والمحلية والإدارة الأهلية وتحديد التدخلات وإعداد مقترحات وأنشطة ذات علاقة بالموارد الطبيعية. الهدف الأساسي والغاية الأساسية من هذا البرنامج هي المسألة المتعلقة بالموارد الطبيعية. والموارد الطبيعية كما تعلمون في السودان هي المصدر الأساسي لسبل كسب العيش لكل أهل السودان، إذا كان في الزراعة، إذا كان في المرعى، إذا كان في الغابات، إذا كان في المياه وغيره. لذلك الإفاد من خلال الخطة الاستراتيجية القطرية للسودان خصصت هذا المشروع ليخدم هذه القضايا. الورشة التي نحن الآن حضور لها هي تعالج واحدة من أهم القضايا المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية.
أكد عدد من المشاركين في المؤتمر التأسيسي الأول لحركة المستقبل للإصلاح والتنمية بولاية الجضارف، أكدوا أن الاتفاق السياسي هو الفيصل في الوصول لإجماع يقود البلاد إلى بر الأمان، خاصة أن الوطن ينادي الجميع من أجل الوحدة والسلام. تحت شعار إصلاح تنمية عدالة، انطلقت فعاليات المؤتمر التأسيسي الأول لحركة المستقبل للإصلاح والتنمية بولاية الجضارف، والذي تم فيه استعراض الجهود التي أفضت لإكمال البناء التنظيمي للحزب على مستوى الوحدات القاعدية، ذلك بمشاركة عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والمبادرات بالمركز والولاية. هذا المؤتمر يأتي تتويج لحراك واسع تم خلال الفترات السابقة في البناء القاعدية من مجالس القرى والأحياء والوحدات الإدارية والمحليات. كان هنالك تجاوب كبير من المواطنين في عضوية حركة المستقبل للإصلاح والتنمية. الناطق الرسمي بمبادرة نداي أهل السودان هشام الشواني أكد أن حركة المستقبل للإصلاح والتنمية تعتبر من الأحزاب الداعمة للتحول الديمقراطي، والتي تسعى لاتفاق سياسي من أجل وحدة وأمن البلاد. لدى الآن في تحديات كبيرة، في تحدينا تكون أو لا تكون، في تحدينا تظل موحدة واحدة أو تتفكك وتنقسم. البلد في تحديات اقتصادية كبيرة، وانتوا أهل زراعة وأهل أراضي. ممثل الأحزاب السياسية بالولاية محجوب حسن دكين دعا المؤتمرين لوحدة الصف لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، مؤكدا أن الوفاق هو المخرج الوحيد لحل الأزمة السياسية الآنية. سعيدين بقيام هذا الحزب، وهو في كل مبادئه مشترك معنا، وحتى العمل العمل المشترك أو التنسيق مع بعض جائز جدا. نائب رئيس حركة المستقبل للإصلاح والتنمية هويدا بابكر أكدت دعم الحركة لمسار التحول الديمقراطي داعية للعمل سويا من أجل الاستقرار السياسي. نقول إن حركة المستقبل كما ذكر المتحدثين بأنها هي حركة اجتماعية في المقام الأول، لأن الأحزاب السياسية لها أدوار متعاظمة، إضافة للدور السياسي والتوعية السياسية والمشاركة السياسية لها أدوار اجتماعية واقتصادية، فيجب أن تكون هي حاضرة في كل قضايا المجتمع. المؤتمر العام لحركة المستقبل للإصلاح والتنمية يأتي تحقيقا للعدل والمساواة من أجل وطن يسع الجميع. عاطف بشير، تلفزيون السودان، ولاية القضاء. أعلن والي نهر النيل المكلف محمد البدوي عبد الماجد عن عزم حكومته استكمال برامج ومشروعات التنمية والخدمات التي تهم المواطنين، وأكد البدوي خلال لقائه وفد قيادات منطقة الكربة وجزيرة العشير بمحلية بربر، أكد أن المنطقة تعد من المناطق التي طالها التهميش ولم تجد حظها من التنمية خلال العهود السابقة، ووجه الوالي هيئة مياه الولاية بمعالجة مشكلة المياه بصورة جذرية وعاجلة، كما وجه البدوي الوزارات المختصة كل في مجالها لتقديم خدماتها ومشروعاتها لدعم واستقرار المنطقة وبصورة عاجلة. الطريق الرئيسي بتاع المنطقة واللي بيبلغ طوله حوالي 8 كيلو، ووجهنا بأنه يتم الشروع فيه والتنفيذ الفوري خدمة لمواطن هذه المنطقة البعيدة. 2، المدرسة المتوسطة، ودي يعني يمكن فيها بعض المعالجات هي مستمرة وماشية مع الأخ وزير التربية والتعليم. نحن بنوجه أخواننا في الإنتاج والموارد، وكانوا حضور في هذا الاجتماع، بأنه يتعامل شغل ونظافة للمنطقة. بفتكر ان احنا طلعنا بحيات كبيره، ونحن اصلا جايين لهم المواطن يعني، ودي شراكه نحن بيننا وبين الحكومه. نحن في غرض تطوير الكربة، تنمية وتطوير الكربة، فالحمد لله طلعنا نحن راضين تمام الرضا، وانجزنا اكثر من 11 مطلب كلها تم التصديق عليها. تعرف والي ولاية شمال كردفان المكلف فضل الله محمد علي التوم خلال لقائه الوفد الفني الزائر من الإذاعة السودانية لتركيب الأجهزة والمعدات الجديدة. يتعرف على المشهودات الكبيرة التي تمت بإذاعة الأبيض بعد التحديث للأجهزة بالاستوديوهات.
تتواصل الاستعدادات والترتيبات للاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيس إذاعة ولاية شمال كردفان، والتي بدأت بتأهيل وتحديث الاستديوهات بأجهزة ومعدات حديثة مربوطة بالشبكة والنظام الجديد بجودة وكفاءة عالية، فضلا عن تدريب الكوادر للتعامل مع النظام الجديد حتى تؤدي إذاعة الأبيض رسالتها خاصة بمناطق الريف. الشبكة أتاحت للإذاعة أنه ممكن تنتج ساعات إضافية، الآن يعني من خلال هذه الشبكة قدرنا نأهل ويعود استوديو البرعي للتسجيل للخدمة، والآن في يعني أتاحت لنا الشبكة دي أنه نعمل نظام كباين مونتاج موزعة في المكاتب، مكتب البرامج، مكتب الفنيين، بالصال فيها مثلا زي 6-7 كمبيوترات ممكن كل الناس يشتغلوا في التحرير في لحظة واحدة. تأهيل إذاعة الأبيض بعد أن أكملت عامها الأربعين منذ أن تأسست على عام 1983 وخرجت أفذاذ الإذاعيين، وما زالت تؤدي رسالتها العظيمة جيلا بعد جيل لتواصل المسير في التوعية والإرشاد والمعرفة والثقافة. تطور كبير وملحوظ في مجال التغنية بالنسبة للبث الإذاعي والتسجيل والمونتاج، وبالتأكيد نحن حنستفيد منها استفادة كبيرة جدا، باعتبار انه نحن زمان كنا بنعمل بأجهزة يعني قديمة ودي أجهزة جديدة. حكومة الولاية أشادت بالجهود المقدرة من الوفد الفني من الإذاعة السودانية على تركيب الأجهزة بالنظام الجديد، مؤكدة دعمها ووقوفها مع الأجهزة الإعلامية بالولاية. التأهيل وصلا يعني حيستمر، وإن شاء الله يعني حتحصل نقلة كبيرة جدا ويحصل تطور كبير جدا في الإذاعة، أيضا حيحصل تطور كبير جدا في تلفزيون الولاية خاصة، ونحن بصدد يعني تشكيل لجنة كبيرة جدا لإنشاء فضائيات الغرة، وهي فضائيات الغرة عايز نقول هي ما فضائيات ولاية شمال كردفان، الناس سميناها فضائيات الغرة لتكون يعني لولاية كردفان الكبرى. تركيب الأجهزة الحديثة لاستديوهات إذاعة ولاية شمال كردفان يساهم كثيرا في جودة الأداء وتوصيل الرسالة الإذاعية بصورة حديثة. محمد إبراهيم، تلفزيون كردفان، ولاية شمال كردفان، من داخل استديوهات إذاعة الأبيض. الآن إلى وقفتنا الاقتصادية تصحبكم فيها الزميلة ناجية حسن. ناجية مساء الخير. مساء الخير أماني، ومساء الخير بكل المشاهدين الكرام إلى نشرتنا الاقتصادية ضمن عرض أحداث اليوم. بدأت عمليات حصاد محاصيل العروة الشتوية بالولايات الشمالية، وأكد مدير عام وزارة الإنتاج تذليل العقبات التي تعترض عمليات الحصاد، ووقف على عمليات حصاد محصول الفول المصري بمحلية الجوليد التي تبشر بإنتاجية عالية، كما وقف على المساحات التي زرعت بمحصول القمح. والحمد لله تم ري الزراعة، والحمد لله الفول وصل انتهاه وحضرنا حصاده ودرسه، وما شاء الله إنتاجية ممتازة جدا، وبرضو مرينا على القمح اللي هو باقي له برضو زمن للحصاد، ما شاء الله إنتاجية كبيرة جدا، ونحن الآن ورانا هو الصندل والترعة والموتور والطرمبة وحدة الري، الحمد لله شغالة زي ما كانت، فده بتضافر ما شاء الله نشكر كل الناس اللي ساعدت في انه طلعوا لنا الصندل من الغرق وطلعوا لنا والحمد لله بقى شغال. أكد والي جنوب دارفور المكلف حامد التجاني هنون في احتفال الولاية بمهرجان الدخن السنوي في نسخته الثانية أن الدخن يعد من أهم محصولات الأمن الغذائي لإنسان غرب السودان، لما يتمتع به من قيمة غذائية وصحية جعلت منه الغذاء الرئيس لإنسان المنطقة. دق العيش إحدى التقاليد الدارفورية الراسخة ظلت مرتبطة بحصاد محصول الدخن الذي يحظى باهتمام كبير من قبل سكان غربي السودان لأهميته كمحصول غذائي، لذا درجت ولاية جنوب دارفور على تنظيم مهرجان الدخن سنويا لتسليط الضوء على هذا المحصول. والاهتمام بشكل أكبر على الدخن باعتباره الغذاء البديل في المرحلة القادمة، ونحن أحوج ما نكون نحن في السودان أن نعمم هذه الثقافة ويكون الدخن هو البديل الغذائي والصحي
للمواطنين في السودان. ويخطط الشركاء عبر هذه المهرجانات للفت نظر العالم للدخن بوصفه من الحبوب الغذائية التي يمكن الاعتماد عليها في عملية الغذاء للإنسان. وافترض الآن ننظر له بزوايا مختلفة. في زاوية بتاع السياحة يا أخوانا ادوها اعتبار. في زاوية بتاع أمن غذائي ادوها اعتبار. في زاوية وأهم زاوية نحن شغالين عليها إنه الدخن ده ببعد الثقافي يا أخوانا. وده السبب خلانا نحن نجحنا ووصلنا لهذه المراحل. يعني ما قدرنا نقدم الدخن ده فقط إنه بس نشربه وناكله عصير نو، عنده بعد الثقافي وده مهم جدا جدا عشان يحصل لك الانتقال الاقتصادي في بلد. الهندي قدمت مقترح للأمم المتحدة في إنه تتبنى سنة الدخن العالمية، والأمم المتحدة أخذت سنة كاملة بتاخد وتدي في الموضوع ده لحد ما أعلنت إنه سنة 23 تكون هي السنة الدولية للدخن. الهدف الأساسي زيادة الوعي العام بالدخن وكيف إنه الدخن ممكن يكون بديل غذائي صحي خالص خالص للجميع. ويركز المهرجان على إبراز المأكولات الشعبية الدارفورية التي يحتل فيها الدخن مكانة خاصة وفق جودة صنيع الميارم. الدخن ده فيه أكثر من 65 أكلة. الزول لو ما أكل أم دفانة يأكل الدشيشة، لو ما أكل الدشيشة يأكل كرتم دهن، لو ما أكل كرتم دهن يأكل عصيدة بلبن حقة الدخن، لو ما أكل عصيدة بلبن يأكل الدامرقة، الما أكل الدامرقة يأكل الستجير، الما أكل الستجير يأكل كسر حسلاء. ويتخلل المهرجان مسابقات في قدح الميارم وأوراق علمية تبرز القيمة الغذائية لمحصول الدخن. ولاية جنوب دارفور تستضيف هذا العام مهرجان الدخن السنوي في نسخته الثانية، ويؤكد الجهات المختصة المنظمة لهذه الفعالية أنها تأتي للتبصير بأهمية هذا المحصول كقيمة غذائية وصحية، ويمكن له أن يكون البديل الغذائي الناجح لمحصول القمح. علي فضل الملعب، تلفزيون السودان، جنوب دارفور. ضمن زيارته للعاصمة كامبالا تفقد والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة المشروعات الاستثمارية للسودانيين بأوغندا، وقال الوالي إن نجاح مشاريع السودانيين يؤكد تميز العلاقات السودانية الأوغندية، لكنه أكد أن التبادل التجاري بين الجانبين لا يزال دون الطموح، وأضاف أن الفرص متاحة للمستثمرين السودانيين والأوغنديين للعمل في الخرطوم، بينما أبدى عدد منهم رغبتهم في فتح فروع لتوزيع منتجاتهم بالخرطوم. أكد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية نهر النيل محجوب السير محمد اهتمامهم الكبير بمعاش الناس اليومي وتوفير السلع والمواد الاستهلاكية والاستراتيجية بأسعار مخفضة تتناسب وأوضاع المواطنين الاقتصادية في ظل ارتفاع وتنامي الأسعار بالأسواق المحلية والإقبال على شهر رمضان المعظم. وأعلن الوزير خلال افتتاحه معرض معاش الناس بمدينة عطبرة أن وزارته خصصت 30% من حجم الميزانية الكلي لدعم برنامج معاش الناس، مؤكدا أن همهم الأول يظل هو مواطن الولاية. فبالتالي ما نسأل منه هو الأسعار، فوجدنا الفارق الكبير في الأسعار بين السوق وبين المنتجات المعروضة والتي تمثل السلع الاستهلاكية الرئيسية لمواطن الولاية، فهي بأسعار التكلفة من مناطق الإنتاج أو من مواطن الإنتاج. فهذا هو الهدف الكبير الذي ننشده، لأنه يمكن نحن في ولاية نهر النيل في العام 2022 لحد نهاية العام يمكن نكون نفذنا بنسبة 100% عدد 516 مشروع تنمية موزع على جميع محليات الولاية، لكن يصبح درة هذه التنمية وتاج هذه التنمية واللؤلؤة التي تزينها هي الاهتمام بمعاش الناس. ظلت أسعار المحاصيل الزراعية في أسواق الأبيض والقضارف والسنار في استقرار، كما انتظمت حركة الوارد من المحاصيل الجديدة وفيما يلي. إليكم التفاصيل.
قفزة كبيرة حققتها أسعار الذهب اليوم في أسواق الخرطوم بعد أن ارتفع سعر أونصة الذهب بما يزيد عن 23 ألف جنيه مقارنة مع يوم أمس الجمعة، حيث تعدى سعر الأونصة 1,110,000 جنيه، كما زاد سعر جرام الذهب عيار 24 بمقدار 500 جنيه ليقفل عند 35.500، كما تجاوز عيار 22 حاجز 32.500 جنيه للجرام. سجلت أسعار النفط 82.78 دولارا للبرميل العقود الآجلة لخام القياس العالمي برينت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.68 دولارا. وزعم رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ الأمريكي جو مانشين أن واشنطن قادرة على تعويض أوروبا عن فاقد الغاز والنفط الروسيين ببديل أمريكي، دون أن يشير إلى كلفة ذلك الباهظة على أوروبا. وقال مانشين في مؤتمر الطاقة الدولي في هيوستن ردا على سؤال من وكالة نوفستي حول إمكانية تعويض النفط والغاز الروسيين في أوروبا: أعتقد أننا قادرون على ذلك. إذن نهاية نشرتنا الاقتصادية مشاهدينا، وهذه عودة مجددة.